بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البسكوت معروف ومشهور من شركة أولكر التركية. هذا للأسف يباع في المحلات التجارية وفي أصغر البقالات متواجد وموجود هذا البسكوت للأسف. أنا شفت مقطع أنه مكون من دهن الخنزير، حبيت أتأكد بنفسي. للأسف المحل هذا صعب ولا حد يخطر على باله إن في شيء أو في كتاب التحذي، لكن البلاء هنا. تحت هذه فهو كتابه واضحة للجميع، يحتوي على دهن الخنزير، يحتوي على دهن الخنزير، هذه واضحة، يحتوي على دهن الخنزير ومشتقاته. فأعتقد أي واحد يقدر يروح البقالة ويتأكد بنفسه، والله أعلم، الله أعلم. أي واحد يشوف المقطع ذا ربما والعلم عند الله أنه يؤثم لو أكل من هذا البسكوت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا شفته وحبيت أتأكد بنفسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.